هذا بيت أيمن، حلو، يحب لحس بيته كذا كيوت، يعني كنا بيت شو اسمه تشلاب. أخ أيمن أخرس بالمناسبة. قول له قول لهم ازيكم عاملين ايه؟ انا الجنينة هنا عند مدام الشمس. ايوه مش بس الجنينة. وكل حاجة ايوه. طيب أيمن، بعد ما جاملتني وأنا كويسة وعندي جمهور ويحبني، دي الحاجات الكويسة اللي فيها، الحاجات المعفنة اللي فيها ايه؟ ما تقدرش تقول يا كلب يا واطي يعني.